نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق ضمير. نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق ضمير. وأشدو بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء الفم. جهارا نهارا بملء الفم. وأدعو الأنام لمنهاجكم ومنهاجكم غاية المغنم. ومنهاجكم غاية المغنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد مع لقاءاتنا الموسومة بالمدائح النبوية. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن ميمية الدكتور ناصر الزهراني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنها ميمية حوت 63 بيتا من الشعر على قدر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا وعلقنا على بعض أبيات منها، واليوم نستأنف الحديث عنها ونذكر الجزء الثاني من القصيدة ثم نعلق عليه بعون الله وفضله ورحمته. قال الزهراني حفظه الله: فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس وعزم غير منثلم. ولا أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن لا زلت في الرحم. وماتت الأم لما أن أنست بها ولم تكن حين ولت بالغ الحلم. ومات جدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليتم. فجاء عمك حصنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم. ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم. حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك ثياب العطف والكرم. عادت إلى جنة الباري ورحمته وأسلمتك لجرح غير ملتئم. والقلب أفعم من حب لعائشة ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي. وشج وجهك ثم الجيش في أحد يعود بين مقتول ومنهزم. لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك بات الأمر كالعدم. ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم. ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم. بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد عمي. يا أمة غفلت عن نهجه ومضت تهيم من غير هدي ولا علم. يوما مشرقة ويوما مغربة تسعى لنيل دواء من ذوي سقم. لن تهتدي أمة في غير منهجه مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم. هذا الجزء الثاني من القصيدة التي قالها الدكتور الزهراني في مدح سيد الخلق وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وسنقف وقفات مع هذه القصيدة هن وقفاتنا كالتالي. نلحظ في القصيدة أن الشاعر وفق في مسألة أن الله جل وعلا أراد أن يصطنع هذا النبي لنفسه، وإن كان الشاعر لم يقل ذلك صراحة وإنما ذكره من باب الصبر على الرزايا. لكنني أقول أن الله جل وعلا اختار محمد بن عبد الله واصطفاه من الخلق أجمعين، وحتى يكون هذا العبد الصالح والنبي الكريم لربه لا لغيره، فإنه قدر له أن لم يرى والده قط، فمات والده وهو حمل في بطن أمه، فلما ولد لم يكن هناك شفقة من الوالد عرفها صلى الله عليه وسلم فيتعلق بها، ثم ما لبث أن تعلق بأمه، وما أن شب وتعلق بأمه وبلغ 6 سنين إلا واختار الموت تلك الأم فماتت بالأبواء. فلما ماتت تعلق صلى الله عليه وسلم بجده عبد المطلب، فما أن بدأ قلبه يتعلق بجده حتى مات الجد. فلما بلغ مبلغ الرجال وبلغ أشده ونبئ صلوات الله وسلامه عليه نصره عمه. فلما رأى نصرة عمه تزداد يوما بعد يوم ويقف عمه أمام كفار قريش حماية لابن عمه صلوات الله وسلامه عليه، يموت أبو طالب.
فيصبح هذا القلب النبوي لا يعرف منة لأحد عليه، معلقا كل التعلق بربه تبارك وتعالى. وهذا من اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ألم يقول الله عن كليمه موسى: واصطنعتك لنفسي؟ فالأنبياء يصطفون لربهم جل وعلا، ولا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم في الذروة منهم صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا اصطنعه لنفسه، ولذلك نشأ صلى الله عليه وسلم لا يتعلق إلا بربه. وحتى يزداد الأمر يقينا عندك أيها المبارك، تدبر غزوة بدر. لا تتدبرها من يحفظ أرقاما قتل هكذا من المؤمنين وقتل هكذا من المشركين، لكن تأمل أولها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه يريدون القافلة، فقال الرب تبارك وتعالى لهم قبل أن يحسم أمر القافلة، قال الله لهم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فالله جل وعلا وعد نبيه وأصحابه إما أن يدركوا عير قريش وإما أن ينتصروا، ومع ذلك فرت العير ونجا أبو سفيان. فلم يبق من موعود الله إلا الأمر الثاني، لأن الله جل وعلا وعد نبيه إما عير قريش وإما النصر. فقول ربنا إحدى الطائفتين ليس المقصود منه النصر والشهادة، محال، إنما المقصود منه إما العير وإما النصر. ولهذا قال الله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فلما فرت العير أصبح واضحا جليا أن الفريقين سيلتقيان وأن النصر للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم بدر وهو يعلم علم اليقين أن النصر له، مع ذلك لأن قلبه معلق بالله أظهر هنا في يوم بدر، في ليلة بدر، كمال العبودية. فأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويتوجه إليه ويسأله ويلح على ربه في السؤال ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. الآن قلنا إن الله جل وعلا وعده إحدى الطائفتين، وقد تبين أنها ليست الأولى، ليست العير، فلا غرو أنها الثانية قطعا. ومع ذلك ما علمه صلى الله عليه وسلم أنه موعود بالنصر إلا أنه كان ملحا على ربه. فالإلحاح هنا لإظهار عبوديته لربه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ثمرة طبيعية لتربية الله له واصطفاء الله جل وعلا له دون سائر الخلق. فالأم تموت قبل أن يتعلق بها تعلقا تاما، ثم يتعلق بالجد فيموت الجد، يتعلق بالعم يموت العم، فلا يبقى في البيت إلا خديجة فتموت خديجة، حتى يصبح صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض وقلبه معلق بربه. ومن قبل ذلك الإنسان يبقى معترفا لوالديه بالتربية والحنان والعطف والتنشئة. فمات أبوه وأمه وهو صغير، حتى يمشي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من أهل الأرض عليه منة إلا منة ربه تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى.